أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بقة في العلم
وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه 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 مما يشاء وعلمه مما يشاء وعلمه مما يشاء وعلمه مما يشاء وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ولا يأب كاتب أن يكتب ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. واتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله ويعلمكم الله ويعلمكم الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به والراسخون في العلم يقولون آمنا به والراسخون في العلم والراسخون في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وأولو العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب
بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 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 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وآتيناهم ملكا عظيما وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله
فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وكذلك يجتريك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي
ذلكما مما علمني ربي ذلكما مما علمني ربي ذلكما مما علمني ربي ذلكما مما علمني ربي ذلكما مما علمني ربي ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم
قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم إنا نبشرك بغلام عليم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا
هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا يا يحيى خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وآتيناه الحكم صبيا وآتيناه الحكم صبيا وآتيناه الحكم صبيا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب قال إني عبد الله آتاني الكتاب آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه فقل رب زدني علما 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 ولوطا آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما ففهمناها سليمان ففهمناها 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 سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما فوهب لي ربي حكما فوهب لي ربي حكما فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين رب هب لي حكما رب هب لي حكما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وألحقني بالصالحين ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما 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 وقال الحمد لله الحمد لله الذي فضلنا على كثير وقال الحمد لله الذي فضلنا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس يا أيها الناس علمنا منطق الطير يا أيها الناس يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء
وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها عمون. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.
أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون فيها يفرق كل أمر حكيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون علمه شديد القوى ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى حكمة بالغة فما تغني النذر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم
منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون قدير. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم
وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فستذكرون ما أقول لكم
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.
قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين ياسين والقرآن الحكيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون
ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد وإذ خرجنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وإذ خرجنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والنسيان اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والنسيان وشرود الأذهان اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والنسيان وشرود الأذهان اللهم اطل كل حسد اللهم اطل كل عين وحسد اللهم اطل كل عين وحسد أصابتنا في علمنا اللهم اطل كل سحر وعين وحسد أصابنا في علمنا أصابنا في علمنا أصابنا في فهمنا أصابنا في إدراكنا وحفظنا وقوة حفظنا اللهم اطل كل سحر وعين وحسد أصابنا في عقولنا أصابنا في عقولنا وذاكرتنا اللهم اطل ما أصابنا في إدراكنا وحفظنا وسرعة حفظنا وتذكرنا اللهم اطل كل حسد وعين وسحر أصابنا في سرعة فهمنا في سرعة فهمنا وقوة عقولنا وقوة عقولنا وفقهنا في ديننا وفقهنا في ديننا وتفوقنا على أقراننا وعلى كثير من غيرنا اللهم اطل ما أصابنا في تفوقنا
اللهم اطل ما أصابنا في تفوقنا وعلاماتنا ودرجاتنا وشهاداتنا. اللهم اطل كل حسد وسحر وعين أصابنا في كثرة قراءتنا ومطالعتنا وكثرة مذاكرتنا واجتهادنا. اللهم اطل ما أصابنا في سرعة فهمنا وسرعة حفظنا وسرعة جوابنا اللهم اطل عيون الدراسة وحسد الدراسة. اللهم اطل ما أصابنا في دراستنا من الصغر يا رب العالمين. اللهم اخرج كل عين وحسد من طالب أصابك. اللهم اخرج كل عين وحسد من معلم أصابك. اللهم اخرج كل عين أو حسد من قريب أو جار أو صديق اللهم نور عقولنا وبصائرنا. اللهم زد في أفهامنا. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يا معلم داود علمنا. اللهم وسع مداركنا. اللهم اجعل في عقولنا نورا. اللهم زدنا علما وحكما وحلما. ليس بعده كفرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعقلا راجحا ورأيا صائبا اللهم يسر لنا حفظ كتابك. اللهم اخرج كل حسد وعين أصابتنا في حفظنا وتجويدنا وترتيلنا وأصواتنا اللهم اطل ما أصابنا في قوة حفظنا وثبات حفظنا. اللهم اخرج كل عين وحسد أصابتنا في فصاحتنا وكلامنا وبياننا وألسنتنا ونطقنا. اللهم اطل ما أصابنا في نطقنا ولهجتنا. اللهم اطل ما أصابنا في نبرات أصواتنا. اللهم اطل ما أصابنا في ألفاظنا وخطبنا وإلقائنا ودروسنا. اللهم اطل ما أصابنا في طريقة إلقائنا وأسلوبنا اللهم اطل ما أصابه في تعليمه وتعلمه. اللهم اطل ما أصابه في تفوقه على أقرانه. اللهم اطل ما أصابه في ذكائه وقوة عقله. اللهم اطل ما أصابه في قوة ذكائه. اللهم اطل ما أصابه في حسن إدارته ومنصبه ومكانته. اللهم اطل ما أصابه في رجاحة عقله وإتقانه لمسؤولياته ودقة تفصيله وشرحه وبيانه. اللهم اخرج كل ما أصابه في شرحه وإفهامه لطلابه اللهم اطل ما أصابه في حكمه وقضائه. اللهم اطل ما أصابه في حكمه وحكمته وفصل قضائه. اللهم اطل ما أصابه في تأويله وتفسيره. اللهم اطل ما أصابه في تأثيره بكلامه. اللهم اطل ما أصابه في شخصيته وقوة شخصيته. اللهم اطل ما أصابه من عين أو حسد أو سحر بتفكيره. اللهم اطل ما أصابه في تفكيره. اللهم اطل ما أصابه في استنباطه. اللهم اطل ما أصابه في خطه وجمال خطه وكتابته. اللهم اطل ما أصابه في سرعة كتابته وتلخيصه وعباراته. اللهم اطل كل عين وحسد أصابته في ابتكاراته وسبقه غيره بتفكيره. اللهم اخرج كل عين وحسد تؤثر عليه عند القراءة
اللهم اطف كل عين وسحر وحسد يؤثر عليه عند القراءة والحفظ. اللهم اطف كل عين وحسد تؤثر عليه عند الكلام والإجابة والامتحان. اللهم اطل ما يصيبه عند الامتحان. اللهم اطل كل عين وحسد تؤثر عند الامتحان. اللهم اطل كل عين وحسد تؤثر عند الامتحان اللهم اخرج كل عين متجددة. اللهم اطل كل عين متكررة. اللهم اطل كل عين متعجبة. اللهم اطل كل عين لامة على عقله استقرت اللهم اطل ما أصابه في عقله. اللهم اطل سحر العقول اللهم اطل سحر قلب العقول اللهم اطل سحر الجنون اللهم اطل سحر الجان والكفار على العقول اللهم اطل سحر الجان على العقول اللهم اطل سحر تدمير العقول اللهم اطل سحر الحسد اللهم اطل كل عقدة على العقول اللهم حل كل عقدة على العقول اللهم اطل كل سحر ينسي اللهم انزل الشفاء وارفع كل الداء اللهم آتنا الحكمة وأنطقنا بالحكمة اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم زدنا علما وحكما وحلما ليس بعده كفرا اللهم أمتعنا بعقولنا ما بقينا وحيينا اللهم بارك لنا في عقولنا اللهم بارك لنا في عقولنا وذاكرتنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا اللهم اجعل القرآن العظيم جلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم قوِّ عقولنا اللهم قوِّ ذاكرتنا ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل وجع فنبرأ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والنسيان وشرود الأذهان اللهم اطل كل حسد اللهم اطل كل عين وحسد أصابتنا في علمنا اللهم اطل كل سحر وعين وحسد أصابنا في علمنا أصابنا في فهمنا أصابنا في إدراكنا وحفظنا وقوة حفظنا اللهم اطل كل سحر وعين وحسد أصابنا في عقولنا وذاكرتنا اللهم اطل ما أصابنا في إدراكنا وحفظنا وسرعة حفظنا وتذكرنا اللهم اطل كل حسد وعين وسحر أصابنا في سرعة فهمنا وقوة عقولنا وفقهنا في ديننا وتفوقنا على أقراننا وعلى كثير من غيرنا
اللهم اطل ما أصابنا في تفوقنا، اللهم اطل ما أصابنا في تفوقنا وعلاماتنا ودرجاتنا وشهاداتنا، اللهم اطل كل حسد وسحر وعين أصابنا في كثرة قراءتنا ومطالعتنا وكثرة مذاكرتنا واجتهادنا، اللهم اطل ما أصابنا في سرعة فهمنا، في سرعة فهمنا وسرعة حفظنا وسرعة جوابنا وسرعة جوابنا، اللهم اطل عيون الدراسة، اللهم اطل عيون وحسد الدراسة، اللهم اطل ما أصابنا في دراستنا من الصغر يا رب العالمين، اللهم اخرج كل عين وحسد من طالب أصابه، اللهم اخرج كل عين وحسد من معلم أصابه، اللهم اخرج كل عين أو حسد من قريب أو جار أو صديق، من قريب أو جار أو صديق، من قريب أو جار أو صديق، اللهم نور عقولنا، اللهم نور عقولنا، اللهم نور عقولنا وبصائرنا، اللهم زد في أفهامنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم يا معلم داود علمنا، اللهم يا معلم داود علمنا، اللهم وسع مداركنا، اللهم وسع مداركنا، اللهم اجعل في عقولنا نورا، اللهم اجعل في عقولنا نورا، اللهم زدنا علما وحكما وحلما، اللهم زدنا علما وحكما وحلما ليس بعده كفرا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعقلا راجحا، وعقلا راجحا، وعقلا راجحا، ورأيا صائبا، ورأيا صائبا، اللهم يسر لنا حفظ كتابك، اللهم يسر لنا حفظ كتابك، اللهم يسر لنا حفظ كتابك، اللهم اخرج كل حسد وعين أصابتنا في حفظنا، أصابتنا في حفظنا وتجويدنا وتجويدنا وترتيلنا 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 وأصواتنا 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 وأصواتنا، اللهم اطل ما أصابنا في قوة حفظنا، في قوة حفظنا، في قوة حفظنا وثبات حفظنا، اللهم اخرج كل عين وحسد أصابتنا في فصاحتنا، أصابتنا في فصاحتنا، أصابتنا في فصاحتنا وكلامنا وكلامنا وبياننا وبياننا وألسنتنا وألسنتنا ونطقنا، اللهم اطل ما أصابنا في نطقنا ولهجتنا، اللهم اطل ما أصابنا في نبرات أصواتنا، اللهم اطل ما أصابنا في ألفاظنا، اللهم اطل ما أصابنا في ألفاظنا وخطبنا وخطبنا وإلقائنا ودروسنا، اللهم اطل ما أصابنا في طريقة إلقائنا وأسلوبنا وأسلوبنا وأسلوبنا، اللهم اطل ما أصابه في تعليمه، اللهم اطل ما أصابه في تعليمه وتعلمه، اللهم اطل ما أصابه في تفوقه على أقرانه، اللهم اطل ما أصابه في ذكائه وقوة عقله، اللهم اطل ما أصابه في قوة ذكائه، اللهم اطل ما أصابه في حسن إدارته، اللهم اطل ما أصابه في حسن إدارته ومنصبه ومنصبه ومكانته، اللهم اطل ما أصابه في رجاحة عقله، في رجاحة عقله، في رجاحة عقله وإتقانه لمسؤولياته، وإتقانه لمسؤولياته ودقة تفصيله وشرحه وبيانه، اللهم اخرج كل ما أصابه في شرحه، في طريقة شرحه وإفهامه لطلابه، وإفهامه لطلابه، اللهم اطل ما أصابه في حكمه، في حكمه وقضائه، اللهم اطل ما أصابه في حكمه وحكمته وفصل قضائه، اللهم اطل ما أصابه في تأويله وتفسيره، اللهم اطل ما أصابه في تأثيره بكلامه، اللهم اطل ما أصابه في شخصيته وقوة شخصيته، اللهم اطل ما أصابه من عين أو حسد أو سحر بتفكيره، اللهم اطل ما أصابه في تفكيره، اللهم اطل ما أصابه في استنباطه، اللهم اطل ما أصابه في خطه وجمال خطه وجمال خطه وجمال خطه وكتابته، اللهم اطل ما أصابه في سرعة كتابته، في سرعة كتابته وتلخيصه وعباراته وعباراته وعباراته، اللهم اطل كل عين وحسد أصابته في ابتكاراته في ابتكاراته وسبقه غيره بتفسيره، اللهم اخرج كل عين وحسد تؤثر عليه عند القراءة، تؤثر عليه عند القراءة،
اللهم اطل كل عين وسحر وحسد يؤثر عليه عند القراءة والحفظ. اللهم اطل كل عين وحسد تؤثر عليه عند الكلام والإجابة والامتحان. اللهم اطل ما يصيبه عند الامتحان. اللهم اطل كل عين وحسد تؤثر عند الامتحان. اللهم اطل كل عين وحسد تؤثر عند الامتحان اللهم اطل كل عين متجددة. اللهم اطل كل عين متكررة. اللهم اطل كل عين متعجبة. اللهم اطل كل عين لامة على عقله استقرت اللهم اطل ما أصابه في عقله. اللهم ابطل سحر العقول اللهم ابطل سحر قلب العقول اللهم ابطل سحر الجنون اللهم ابطل سحر الجان والكفار على العقول اللهم ابطل سحر الجان على العقول اللهم ابطل سحر تدمير العقول اللهم اطل سحر الحسد اللهم اطل كل عقدة على العقول اللهم اطل كل سحر ينسي اللهم انزل الشفاء وارفع كل الداء اللهم آتنا الحكمة وانطقنا بالحكمة اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم زدنا علما وحكما وحلما ليس بعده كفرا. اللهم أمتعنا بعقولنا ما بقينا وحيينا. اللهم بارك لنا في عقولنا وذاكرتنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا. اللهم اجعل القرآن العظيم جلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم قو عقولنا اللهم قو ذاكرتنا ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض. واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. أنت رب الطيبين. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل وجع فنبرأ. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.